شو؟ انت شو؟ شو بعرفني؟ قالوا لي تعا قمت جيت، وانت؟ انا شفتك جاي جيت. خيي انا جيت على اساس الكل جايين. وانت؟ انا؟ لحقت وقالوا اذا هن تيوس مضرور نكون غنم. نتابع كلام رئيس مباشرة من مجمع وفندق لورويال دبي. استقبل الآن من ضمن مجموعة الرأي في الثقافة والفن والرسم والاقتصاد والإعلام الدكتور رؤوف الرفاعي الفنان التشكيلي العالم. أهلا وسهلا فيك أستاذ رؤوف. بدي رحب بالدكتور عصام الحج الأستاذ في الجامعة اللبنانية. أهلا وسهلا فيك دكتور. بدي رحب بالشاعرة الصديقة العزيزة جدا جمانة حداد. أهلا وسهلا فيك مضوية هالليلة. شكرا. أستاذ أسعد نكد رئيس مجلس إدارة ومدير عام شركة كهرباء زحلة. أهلا وسهلا فيك معالي الوزير العتيد. خلينا نقول هيك بأي حكومة جديدة إن شاء الله يصير في حكومة. الصديق العزيز نمر أبو نصار، يعني سبق أنك شرفنا بحلقة من كلام الناس، وهذا شرف لأن أنا تكون معنا ليلي. أهلا وسهلا فيك دكتور جاد شعبان صديق كلام الناس. أهلا وسهلا فيك. طبعا حابين نسمع من ضيوفنا الليلة رأيهم بهذا الاستحقاق، إذا بيحرز هذا الموضوع أو لا. جمانة حداد الشاعرة الجريئة الحلوة كتبت بالنهار عن رئيس جمهوريتها تريده رجل دولي. شو يعني رجل دولي؟ من ضمن المواصفات. نعم رجل. بيحرز الموضوع تحكي فيه؟ بعتقد ايه بيحرز اكيد. صحيح انا بفهم سؤالك من منطلق انه رئيس الجمهورية بلبنان شخص بطل عنده سلطات حقيقية، هو أكثر سلطة معنوية، ولكن سلطته المعنوية مهمة. رجل دولة يعني مثل ما قايلي بالمقال عنده كرامة، عنده عنفوان، عنده شموخ، عنده هيبة. أنا دايما بس فكر برجل دولة بفكر بشخص مثل شارل دوغول مثلا. أنه رجل دولة يعني رجل معبى هيدا المكان. للأسف الرؤساء الجمهورية معظمهم يلي مطروحة أسماءهم هلأ منهم أشخاص مؤهلين أنهم يكونوا رجال دولة برأيي على الأقل. شو يعني نضيف؟ أنه بينظف حاله مظبوط أو أنه هلأ هديك مهمة ضرورية. هديك ضرورية. ضحك نمر. بدي خبرك شغلي. اليوم سألت عندي 60 تلميذ بالجامعة عمرهم بين 19 و 23. عملت معهم، طلبت منهم بعلمهم الكتابة الإبداعية. قلت لهم اليوم بدكم تكتبوا لي نص مين هو الرئيس يلي بتحلموه للبنان، وجبت لك النتائج معي هون اترك لك اياهم. لا لا بس معظم طبعا معظم اذا مش 90% اكثر حتى بيقولوا شخص مش منتمي لاي حزب، شخص ادمي بحارب الفساد، شخص مش متحيز لطرف ضد اخر، شخص قادر يقوي الجيش. لما سالتهم طيب مين هو هالشخص انه موجود، كان في اسماء عند البعض ما لها علاقه بهالمواصفات يلي طالبينها. يعني الاعلام زت لهم براسهم هالاسماء، يعني في هالمواصفات بس في اسماء مقابله ما لها علاقه بهالمواصفات، ما بتطبق يعني مع الاعلام. عم بينقل صوره غلط عن هالناس. لا عندهم رؤيه. نعم. مثاليه أو طوبوية عن الرئاسة، وهي هيك لازم تكون لأنه هيدي متطلبات الرئاسة المضبوطة، ولكن بالمقابل الواقع مخيب. أعطيني هالوراق لأنه هو رح نعمل ريبورت عنهم إذا بتسمحينا طبعاً. وإذا بناخد إذونات أهليون طبعاً. لأنه قاصرين. أي قديش أعمارهم؟ لا مش قاصرين، من 19 ل 23. يا بي شو وضعنا التلاميذ معك؟ مش مغرومين فيكي؟ أنا اللي مغرومة فيهم. دكتور عصام الحج أهلا وسهلا فيك. يعني بتوافق على الشيء اللي طرحته الست جمانة؟ بدي إياك تجن بلش مثل ما بعرفك. في ما تستحي ما تنقي كلماتك لانه ليلي المجموعه كلها ما بتنقي كلماتها. شعله في مثل عم بقول لك شعله معود. مثل صيني بقول نعم ان الحظ لا يحالف الا الشجعان. ان الحظ لا يحالف الا الشجعان. يعني بدك رئيس جمهوري يكون شجاع. بده ايش بقول لك شجاع؟ يعني بيقدر ياخذ مبادره بتنجح ما بتنجح.
موضوع تاني، بس قادر يقدم، ياخذ مبادره، يحاول مره اثنين ثلاثه يعمل شيء. ليش نحن بالنسبه لنا مقام الرئاسي له هيبه، له قدسيه، بعد شوي رئيس فخامه رئيس الجمهوريه، ما انه موظف يعني، هو لا يأتمر بأوامر شجاع حضر. شو يعني انت استاذ بالجامعه اللبنانيه دكتور عصام؟ نعم. انت شو بتنتظر منه كاستاذ يكون شجاع بشو؟ جيد، اخذتني على المحل اللي انا بدي اوصل له، اللي هو رئيس جمهوريه. انا بالنسبه لي الجامعه مؤسسه، هي مؤسسه من مؤسسات الام بالدوله اللبنانيه. نعم. ما بدي بالغ وقول توازي باهميه الجيش حتى ما حدا ياخذها خطوه، انما هذه مؤسسه فيها 100,000 شخص ما بين استاذ وتلميذ وطالب وموظف. مؤسسة المفروض تلعب دور اساسي جدا في الحياه اللبنانيه. نعم. مش على صعيد المجتمع اللبناني، في بناء الدوله اللبنانيه نفسها، يعني عم بحكي حتى بالمعنى العلمي والعملي، ان تكون الجامعه لها دور في بناء الدوله. عظيم. كيف؟ في مجلس شورى الدولي، في شيء اسمه بلبنان مجلس شورى الدولي. ليش ما بيكون في شيء اسمه مجلس استشاري للدوله، وبتكون الجامعه اللبنانيه هي المستشار الاول للدوله بكل الشؤون؟ الجامعه غنيه بكل الاختصاصات، غنيه بالهندسه، بالطب، بال... شو بدك من الرئيس بموضوع الجامعه؟ الرئيس مش يعترف بالجامعه، يؤمن بالجامعه، يؤمن انه قادر الجامعه اللبنانيه يكون لها دور بالحياه. حديث هلا ولا رئيس ابدا ايمانه بهذه الجامعه؟ خود هلا نحن بالوقت الحاضر، شو لها دور الجامعه اللبنانيه ببناء الدوله؟ ولا دور. الجمعه الماضيه عملوا جسر بجل الديب، كلفوا مجلس مياه والاعمار انه هو يقوم ليش ما بتكون كليه الهندسه عم تشرف على هالموضوع؟ وعندنا كليه هندسه عظيمه بكل معنى الكلمه، هذا انه هي تقوم بهالدور. اذا في تشريعات معينه، ليش ما كليه الحقوق فيها عمالقه بقوموا بهالدور؟ اذا عندنا مشروع طبي، اذا عندنا مشروع بالبيئه، الاشراك الجامعه تكون فعلا بالقرار الوطني. رح ارجع لك دكتور عصام. نمر ابو نصار، يعني مارسيل غلاني، اهلا وسهلا فيك. أهلا فيك نمر. اول شيء نحن يعني فخورين انه انت هالجمعه على الغلاف تبع رولينج ستونز تبع عدد الشرق الاوسط، يعني عم شوف فايدة. كنت جايب هالكرافات جمعه الماضي، ليش غيرتها؟ لانه طلعت على المجله، ما انتوا شلتوا الحلقه وما حد غير البدله، سو غيرت الكرافات. ليش بيعني لك موضوع رئاسه الجمهوريه؟ على كل شيء خاصه بلبنان بيعني لي كلبناني. غريب مع انه يعني انت عايش جاي من برا وما لك علاقه ليش؟ لا انا هلا جيت، انا صار لي زمان بلبنان، ويمكن ربيت بامريكا بس رح موت بلبنان. يعني بالنتيجه وقت كنت اخر مره معك على الحلقه قلت انه احسن شيء عملوه اهلي هو انه رجعوني على بلدي، على لبنان. لبنان اليوم لاول مره من وقت ما انا جيت ومن وقت ما بقارب التاريخ وهيك موحد، لاول مره موحد، بس على اشياء الناس عاده ما رح تفكر فيها. موحد انه ما حدا بقى معه مصاري، موحد انه الناس كلها قرفانه، موحد لاول مره انه كل الناس مش مبسوطه، بدون يفلوا، ما في الا كم واحد بيقول لي انت امريكاني وشو بعدك عم تعمل هون. يعني موحدين كثير ناس على هالشيء، وهيدا الشيء منيح. هيدا اول مره يمكن تاريخ لبنان فرصه لحتى يصير في تغيير. وقت اليوم تسالني شو اهميه الرئيس، او مثل ما عم تحطها انت بالكلمات، أنا بالنسبة لإلي حيلا شيء بنحكيه اليوم ما رح يأثر على الرئيس، لأنه نحن صوتنا اللبنانية، نحن هلا اللبنانية اللي قاعدين هون، مش الصوت اللي عم بيوصل، يعني مش الرئيس عم بيمثلنا، ولا الدولة عم بتمثلنا، ولا في حزب لبناني بتمثل اللبنانية، وهي معروفة، بعتقد كل اللبنانية فيهم يتفقوا إنه ما في ولا حزب هلا فيها بنطاق إنه تكون اسمها حزب، تكون هي عم بتمثل اللبنانية. حيلا شيء طائفي او سياسي او شيء ما بيمثل اللبنانية. انا هيدا كان ارائي من زمان. اللبنانية بهمهم رئيس مش يكون شريف ونبيل، هيدا لازم يكون، ما لازم ينحكى فيه، طبيعي، هيدا طبيعي. يعني لنجي نقول لك انه لازم يكون شريف، نبيل، يكون نظيف، شبح له، لا اكيد هيدا كله هيدا، او مرة. انا بالنسبة لي بفضل يمكن مرة على رجال، لانه صرنا مجربين رجال كتار وما طلع بايدهم شيء. جبانه مثلا، انا مثلا بنتخبه هيك ما تبلوني هالبلوه. او حدا جديد مش مطروح اسمه، كنتوا عم تحكوا قبل عن كاتب كتب انه لازم اللبنانيين ينتخبوا رئيسهم، ساره اليافي، بنت ما حدا يمكن عرفها. تحياتنا لساره طبعا. اكزاكتلي. هي كاتبه كمان بالبلوج تبعها من زمان، بتمثل كثير من الناس اللي عمرهم الاصغر، يعني من جيلي وهيك. بدنا حدا جديد مش مرتبط بالسياسة، مرتبط بلبنان، مش مرتبط بالدين والطائف، مرتبط بلبنان. يعني بدنا حدا
نحن ننتخبه، لأنه الدولة عم بتمثل إيران وأمريكا وسوريا وروسيا وعد. طب مين عم بيمثلنا بالنتيجة؟ يعني أنا بالنسبة لإلي بدي رئيس، شو المواصفات اللي بدي؟ شغلي واحدة إذا بيجي رئيس أنا كنمر أبو نصار، بدي إياه يجي يكون قوي، يعرف يعمل تغيير مهم، يلي هو إنه الشعب هو ينتخب الرئيس تبعه، وما خص الرئيس شو طايفته شو دينه ومن وين جاي، خص الرئيس شو الخطة تبعيته أو تبعيتها، من وين جاي أو من وين هي جاي أو هو جاي، وشو عندهم experience وشو المواصفات qualifications sorry تبعهم. وبحب إنه يساعد إنه الدولة مثل ما هي السيستم اللي راكب الدولة اليوم تفرط، لأنه الدولة مثل ما هي اليوم صرنا كم سنة 20-30 سنة بهالسيستم، مش ضابطة أكتر. رح أرجع لك نمر، لأنه قلته كتير أساسي ومهم، الفنان التشكيلي، ويعني حضرتك جاي من خلفية غير الرسم والإبداع، جاي من تنظيم مدني، حضرتك درست بالسوربون بباريس، ويعني تخطيط مدن، وصرت بالجامعة اللبنانية، وصرت بالجامعة اللبنانية كمان. من أي منظار تقرأ باب الانتخابات الرئاسية؟ شوف اللي عم بيقوله كله مزبوط، ما اللي قالوه كله مزبوط. نحن صرنا بمرحلة بلبنان بالتغيير الكامل، يعني يا بيصير تغيير كامل إصلاح كامل، يا أما بنقول نحن هلا الدولة خلص بمرحلة صارت العالم قرفانة، العالم عم بتفل، عم بيشتروا بقبرص باليونان بتركيا، ما حدا بقى عم يفكر. اللي عم بيجوا شوي من برا اللي هن شوية اللبنانيين بيزوروا أهاليهم، هو اللي عم بينشوا الاقتصاد شوي صغيرة. بدنا رئيس جمهورية فاعل، فينا نسميه بطل مثل نابليون، بيهتم بالفن بكل شيء، بيهتم بالجيش، بيهتم، ما في يتخلى عن موضوع لو كان صغير أصغر. أنت كرسام أي دور بدك إياه من رئيس جمهورية؟ نحن بهمنا يهتم بالفن، يكون في متحف للفنون، يهتم بالجاليريات اللي المعترين عم بيدفعوا من جيبتهم، يعني قايمين لوحدهم الجاليريات بكل القضايا الفنية وتعبانين بالموضوع، وما في حدا حدهم. تيجي بتحكي بالدولة، الدولة مفلسة. طيب اوكي، نحن ما بدنا الدولة، ما بدنا مسيرة الدولة، بس بالمقال يعملوا أنظمة تحمي الفن، أو إنه بيشتري أعمال فنية بيعفوا من الضرائب مثل أوروبا مثل أمريكا. يعني في أمور بسيطة بتصلح كل الوضع، ما بده يصلحوها. بتلاقي إشارة شارع حمراء عم يمروا موسيقى بعكس السير، البوليس عم يتفرج عليه، ما حدا عم بيحكي معه. يعني بدك واحد يفرض القانون، يفرض القانون، فاعل قوي بطل، بده يكون جاي من الشعب مش جاي من فوق ولا من برا. يعني صنع في لبنان، صنع في لبنان، هو موجود بس بدك يخلوه يوصل هالشخص، ما بده يقول اسمه انا لانه كلهم منيح، ما بقول بشكل عام، بس بدنا الشخص اللي بيوصل يمكن هو بلحظتها يتغير، يمكن ما يكون فاعل بس لما يوصل يكون فاعل. اسعد دكت، إيه انا بدي اقول شغلي، انه أما لا، مثل ما قالوا الكل أنه في 50% من اللبنانية هاجروا، وفي 50% من اللبنانية عم بياخدوا أنتي ديبريسور من البروزاك للسيبراليكس للسيروكسات، وأنا واحد منهم. لسه وأنا واحد من هاللبنانيين حقيقة عم باخد 3 أدوية من عدل أدوية تنيم فيهم، لأنه قاعد بهالبلد ومثل الشباب بحب هالبلد، وساكن أنا بزحلة ومدير شركة كهرباء زحلة، وعم نجرب نشتغل على الكهرباء، نأمن كهرباء لهالبلد، والكهرباء أساس كل شيء. يعني اليوم بيضحكوني أنه بيحكوا بالسياحة وبالأمن وبكذا، اليوم لبنان آخر بلد بالعالم بنسبة لشيء اسمه كهرباء، كرنك آخر شيء، يعني بعد العراق بعد سوريا. يعني تصوروا اليوم مع الضرب والقصف بسوريا، سوريا عم تعطي كهرباء للبنان. يعني هذا الوضع، أنه نحن أسسنا شركة كهرباء زحلة بال 1923 كانوا يعطوا كهرباء 24 ساعة على المي البغدوني، اليوم بال 2014 عم نشحط كهرباء، عم نعطي 12 ساعة كهرباء. وسألنا مؤسسة كهرباء لبنان شو مشكلة، بقول لك شو قاعدين بسويسرا. طب اليوم بعد 25 سنة خلصت الحرب، بعد مؤسسة كهرباء لبنان أو كل الوزراء فيهم يحكوا بشيء اسمه القوة القاهرة،
اليوم لازم يتحاسب. ونحن اليوم مشكلتنا كلنا انه بنحكي سالونات بس ما حدا بيحاسب حدا. المشكلة بلبنان اي رئيس بدك، كلنا منقول بدنا رئيس مثل ما بتقول، هذا بيقول لك اكس هذا بيقول لك ايغريك، بس اليوم بس بتحاسب الرئيس وغير الرئيس بيكون عندك اشخاص مهمين. اليوم ناس حكيوا عن دوغول، انا بلاقي ما بدنا كل الأد يعني، ولا بدنا نابليون، بدنا شخص يمكن مثل فؤاد شيب. انا بقبل شخص يكون شخص مؤسساتي وما نحلم كثير بيكون عنا دي فراس كليشي او جمل كليشي او دي فرباتو. نحن بدنا رئيس وبدنا جمهوريه نقدر نحسبها، وبدنا نقول اي لبنان بدنا، اي ثقافه بدنا، هيدي لازم نتفق كلنا سوا. لو صار في حكومه ولو صار في رئيس جمهوريه والشعب مختلف مثل ما له اليوم، مش عم نحكي طائفيا، عم نحكي سياسيا، ما بدي احكي بالطائفي، لوين بدنا نوصل؟ اي لبنان نحن بدنا، هيدي اهم شيء. هيدي اهم شيء انه اليوم اجى رئيس جمهوريه ميشيل سليمان واجت حكومه وقعدنا 6 سنين مع معارك ومشاكل وازمه اقتصاديه. نحن اليوم باسوأ ازمه اقتصاديه عرفوا لبنان. صحيح. أسوأ بطالة، بيجوا ناس مهنسين عندي على الشركة بدهم يشتغلوا شوفير، مهنسين لأنه ما معهم ياكلوا. اليوم عم ننسى شغلة إنه بكل المشكلة إذا بقيوا سياسيين وبقيوا رئاسة جمهورية وما بقي الناس وما بقي حدا لأنه ما معهم ياكلوا وما في كهرباء وما في مي وما في شيء اسمه بنية تحتية، لمين بدهم يضلوا؟ طيب هذا الرئيس شو بده يعمل؟ عنده كل هالقدرات بده يكون هيك أستاذ أسعد؟ لا، الرئيس انا حسب رايي ما بدنا نكون كثير طوبويين، بده يكون رئيس انا حسب رايي بده يكون رئيس مقبول من الكل، لانه اليوم انت ببلد ما في الطائفيه هي حكمه، بدك رئيس مقبول من الكل ويكون قوي ويكون عايش مع عصو. يعني اليوم بدك رئيس يفهم بالانترنت، بدك رئيس يشجع عن الرئيس المثقف، المثقف بدك رئيس يشجع القطاع الخاص، ما بقى رخص أسعار البروزاك، بدك رئيس مش يرخص، بدك رئيس يوقف البروزاك مش يرخص، انه نبطل ناخذ بروزاك وسيروكسات وما بعرف شو. طيب هو ليش بتاخذهم انت؟ ليش بتاخذهم؟ من وراء الطبقة السياسية هلكتني. شو عملت فيك؟ صرنا عم نشحط كهرباء يا زلمه. نحن اليوم بال 2014 عم نش انا الي طاقه، في طاقه انه انتج واعطي 24 ساعه للناس موجودين بالبقاع باقل كلفه ب 50%، كثير هيني انه بقدر اعطي ل 54 الف مشترك 24 ساعه بفاتوره واحده. بيجوا بقول لك ايه لك حق تنتج بس ما لك حق تغير التعرفه. ليه بلبنان ما في تعرفتين؟ في تعرفة كهرباء لبنان وفي تعرفة المولدات، وين رايحين بتعرفة المولدات؟ والتلوث تبع المولدات. الوزير جبران باسيل شرع عن المولدات، بس بيجي بيقول لي لقلي ايه فيك تبيع بس بسعر الدولة اللبنانية او بسعر كهرباء لبنان، ما هو بيعرف انه الدولة اللبنانية وكهرباء لبنان عم تخسر بالسنة مليارين دولار. والمولدات عم بفوتوا لجيوبهم مليار و250 مليون دولار 750 ميجا وات. رح ارجع لك بتكون هلا بلش يعطي مفعول البروزاك. ابدا مع كل اللي حبيت ما رح نسكت، بنقبل ولد واولادي بدي اياهم يبقوا بهالبلد، نحن كنا انا واولاد بدنا يبقوا بهالبلد. صار بدك دافياجرا بعد الحديث. ولا مش عايز الفياجرا انا. لا عم بقول لك دافياجرا تتشيل مفعول. ما في مشكله انا بنطع كل شيء بيتحرك. دكتور بعد عصام دكتور جاد شعبان الأستاذ في الجامعة الأمريكية في بيروت، يعني أنت كاقتصادي كخبير اقتصادي دائما الشيء اللي طرحه الأستاذ أسعد نكد دائما الأحلام اللي طرحها يمكن بعيدة المنال نمر أبو نصار، دائما يمكن هذه الرؤية اللي طرحتها السيد جمانة والأستاذ رؤوف والدكتور عصام، أنت وين؟ أنا بصراحة ما بتفق مع كلمة فخامة ومعالي طبعا وحك. ما بتفق لأنه أنا وكلنا بندفع كتير ضرائب، هيدي الدولة عم تكلفنا كتير. بتعرفوا كلنا بندفع بحدود ال 25 ل 30% ضرائب، إن كان دخل تي في آر، ضريبة على الجمارك، على كل شيء. فأنا وقت يجي وعشو بيقولوا اللبنانيين ما بيدفعوا ضرائب؟ بيدفعوا ضرائب وكتير كمان. ندفع كتير ضرائب، وفي عالم عايشة بلبنان عم تكدح كل يوم، عم تشتغل من الصبح لعشية وبتدفع ضرائب.
وفجاه بيدفعوا هالضرائب. انا بسمي موظفين بالخدمه العامه من رئيس الجمهوريه ونزول، هم موظفين مزبوط. ولازم يخدمونا مزبوط. ما لازم يخدموا اي مصلحه تانية، وما لازم يقضوها بهوره بسيارات وقصور وهيك. مش مقبول بقى الانقسام الاجتماعي عم بيصير حتى على مستوى الدوله. كيف انا بدي اقبل انا كمواطن لبناني عم بشقى بلبنان من كل القطاعات، من قطاعات ان كان الاعلام، الفن، الاقتصاد، الصناعه. نعم عم بيصير في ناس عم بتساهم وناس عم تقبض معاشاتها ما عم تعمل شيء، واسوأ عم بتغطي على فساد او تكون فاسده. ما عم بتهم حدا سبيسيفيك، بس الكلتشر صارت عندنا، صار عندنا ثقافه انه بدنا سوبر وان، مش سوبر وومن للاسف، دائما سوبر مان ينقذ كل شيء على كذا مستوى. واللي صار انا برايي صار في تفريغ لمضمون اي سلطات بلبنان. ليش؟ لانه نحن ايمتى انتخبنا مجلس نواب؟ جدد لحاله اخر مره. ايمتى انا اعطيت ثقه لبرنامج حكومي؟ ايمتى حكومه لبنان حولت ميزانيه على مجلس النواب وتوافق عليها مجلس النواب اللي هو اصلا فائد للشرعيه انا بالنسبه لي؟ يعني نحن عندنا كل المؤسسات اللي نحن مش بس ما بننتخبها ومش وثقانين فيها. عم بحكي انا مثل ما قال نمر، اغلبيه الشعب اللبناني ما بيوثق بالسياسيين الموجودين، والسياسيين اللي لهم اصحابهم بالقطاع الخاص كمان، يعني هن مثلهم للاسف ثلاث ارباعهم كمان هن ما بيتجددوا. يعني بيجي رئيس الشركه او رئيس البنك هو ابا عن جد، يعني ما في ديمقراطيه حتى بقلب الشركات بلبنان. بس انا بيجي بقول انه نحن على القليله اعطيني قد ما عم بدفع لك، عم تاخذ مني ضريبه كثير وانا عم بتعب. هو عم تطلبه من مين؟ من الطبقه السياسيه او من رئيس الجمهوريه؟ رئيس الجمهوريه بالدستور هو راس السلطه التنفيذيه، يعني انت بدك اياهم كلهم سوا يكونوا على هذه الصوره. بس عنده فرصه تاريخيه رئيس الجمهوريه هلا مع كل الانتقادات اللي عم بتصير، مع كل هالتجيش اللي عم بيصير، عنده فرصه تاريخيه على القليل يكون حوار بناء ويكون سياسه بناءه ويبلش يجمع الناس على برنامج كموظف بالخدمه العامه. كموظف بيجي بيقول للعالم انا شكرا على انتخابكم لالي، ان كان نواب اوكي ما بمثلكم بس انا بمثلكم، حنبلش حوار اجتماعي جديد، حنبلش مخططات اقتصاديه جديده، وحنبلش نجاوب على المخاطر. ما في يعني السنه ما في مي، شو عملنا بالمي السنه؟ قررنا نعمل مشروع خصخصه بلو جول ونبيع الميات، هذا هي سدود وهي اللي بتحلها السنة. كذا محل بالعالم عم بيحكوا عن الأمن الغذائي، يعني ربطة الخبز والقمح والأكل اللي نحن بنستورد، ما بتعرفوا بنستورد 90% من أكلنا، 90% من الأكل بنستورده، بكفي يلعب سعر القمح بروسيا أو بأوكرانيا أو مدري وين. هلأ مع كل مشاكل عم بتصير لبنان بيأكلها، بنستورد الطاقة كلها، بنزين كله ما بننتج شيء، مع أنه عندنا مهندسين وجامعات ومبدعين وإعلام قادر يوصل المسج لكل العالم، استعملوا هلأ طاقة شمسية كلهم بيقلبوا. ما ناقصنا شيء، ناقصنا انا برايي انه يصير في محاسبه، يصير وعم نعملها المحاسبه، برنامجك هلا عم بيعمل محاسبه مزبوط. لانه نحن عايشين ببيئه عم نتحارب من الاضطهاد السياسي، الاضطهاد الديني، في ناس عم بتموت كل يوم حوالينا بالعالم العربي من وراء الاضطهاد. عندنا هالمساحه بلبنان اسمها حريه الاعلام وحريه الراي يلي حضرتك وكثير ناس عم بيحافظوا عليها، وانا رايي هذا اول فعل مقاومه للوضع الكائن. صاروا المحكمة جميعا، صاروا بالمحكمة، بس بعد ما بيحكوا ما حدا بيسكت، بس لازم بقى هالطاقة كلها اللي عم نحكي فيها نصرفها بمحل او نوقف ندفع ضرائب. انا هلا مع انه كل اللبنانيين يقولوا انا بوقف بدفع ليرة وحدة لهالعالم، ما زال هالطبقة السياسية بتمدد لحالها محتلة محلها وفاسدة ومزورة ومقررة تستهزئ بالناس وتعمل كل مرة جلسة وما تنزل، يعني قمة استهبال حتى ما اقول عفوا على التعبير استخراء الناس. رح بتوقف مع تقرير زميلنا فيليب ابو زيد مع رجل الاعمال فايز رسامني من الهيئات الاقتصاديه حتى يحكينا شو رايه، وبنفوت على بريك اعلاني بعد منا، عندنا 10 دقائق معكم قبل ما استقبل سكارلت حداد وشار جبور. فايز رسامني، مع مشارفة المهلة الدستورية لانتخاب رئيس على نهايتها، ما هي مخاوف أهل الاقتصاد بلبنان وكيف يريدون الرئيس المقبل؟ نحن بنعرف البيئة السياسية اللي عايشين فيها هي بيئة صعبة كتير، صارنا 10 سنين تقريبا عم ندور نفس المطرح وفي انشقاق كتير قوي بين الأطراف السياسيين، وهيدي صارت بالنسبة لنا وبالنسبة لكتير عالم مثل مسرحية عم نحضرها كل يوم، مرات نضحك مرات نبكي. بس المشكلة الكبيرة اللي بطل فينا نستهتر فيها هي المشكلة الاقتصادية، الدين عم بزيد
والمشكله السياسيه عم تاثر كثير على الاقتصاد وكلياتنا عم نتراجع لورا. فالرئيس اللي كلنا طامحين يكون رئيس لكل اللبنانيين مثل ما كل العالم بيقولوا، وهيدا الرئيس بده يكون حكيم، بده يكون علماني، بده يستوعب الكل بغض النظر عن توجهاته السياسيه، حتى لو كان ضد فريق مع فريق ما في فرجيها للعنان، دائما بده يقرب وجهات النظر وبده يكون بكل ما معنى للكلمة قريب على الكل. لو ما كان اقتصادي بس على القليل يحصن حاله بفريق عمل اقتصادي شغلتهم عملتهم يفهموا الاقتصاد. كيف سينعكس الوضع السياسي على الاقتصاد والأعمال والقطاع الخاص بلبنان؟ الهاجس الأساسي هو اليوم أنه هو دائما بكل بلد في علاقة بين السياسة والاقتصاد. اليوم ما في أي علاقة بين السياسة والاقتصاد، يعني اليوم بكل بلد نقرأ ونسمع ونحضر بحاسبوا الرئيس على النمو صار وبحاسبوا الرئيس على البطالة. هلا ما بدنا نلوم، ما بدنا نحط كل المسؤولية على الرئيس، بالنهاية الرئيس في فريق عمل حواليه وفي رئيس الحكومة وفي رئيس مجلس النواب وفي كل السياسيين وكل الوزراء. بس عم نحكي اليوم أنا بعد 4 سنين من اليوم أو 5 سنين أو 6 سنين بدي أشوف شو صار في نمو بالبلد وشو صار في بطالة، كيف وطينا البطالة. هيدا هدف كل بلد وهيدا كل هدف كل مواطن. ماذا عن المخاوف من الوضع الأمني؟ إن شاء الله يصير في انتخاب رئيس، أهم شيء نحن بس ما يصير في خضات أمنية. العالم نشتغل معه برا آخر شيء زهقوا منا ومن الانفجارات تبعنا، بطلوا يصدقونا على المشاكل اللي عم تصير لنا. الوضع الأمني اليوم بفتكر الحمد لله بتحس في 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 رسالة جيدة وعم بلاقوا حلول للوضع الأمني. فإذا حلينا اليوم الوضع الأمني خلينا نركز على الوضع الثاني اللي هو الوضع الاقتصادي. فنطلب من رئيس والعهد الجديد كل يوم بعد آخر النهار يسأل حاله، هل أنا رئيس لكل اللبنانيين؟ هذا أول سؤال. وشو عملت اليوم لنمي هالاقتصاد ولأستر هالعالم ولحسن حياتهم اليومية؟ كل يوم ينسأل هالسؤال حتى نركز على الموضوع. وأكيد في كتير أمور بده يعملها، اللي هي أهم شيء البنية التحتية مثل ما قلت لك، حتى مش اليوم يمكن ما نقطفها بس بالمستقبل نقطفها. والبنية التحتية ما بتركب إذا ما مشينا أو فعلنا قانون المحاسبة. بعرف اليوم كل هيئات موجودة لتحاسب المسؤولين. اليوم وقت يجي شخص تعطيه مسؤولية اللي هي مسؤولية الوطن والمواطن أو يستهزئ فيها أو ما يخدها بجدية، بس على القليل مرة واحدة نبلش فيها، إذا مش اليوم بعد سنتين بعد ثلاثة بس نبلش فيها، نحاسب العالم اللي عم ينعطوا مسؤولية واللي جابون، مش بس اللي بيجوا واللي جابون حسبون. أنا برأيي رئيس هون بيلعب دور كثير مهم فيها. وإذا بلشنا بدورة محاسبة للوزراء ولموظفين الدولة، لأنه نحن القطاع الخاص والمواطنين كل يوم عم نتحاسب، ما فينا نغلط. كل يوم المواطن عم يتحاسب من وضع أمني سيء، وكل يوم الشركات من انفجار وغيرها عم يتحاسب. ونحن منعرف إذا منقارن حالنا لغيرنا كيف النتائج تبعنا، ما مش مثل ما لازم. في ثروة عن لبنان نحكي عنها كثير بس ما بنخدها بأهميتها، ثروة اللبنانيين الموجودين برات لبنان. اليوم هالأشخاص الموجودين برات لبنان أنت بتعرف اليوم قد ايه عم بيحولوا مصرياتهم، مع كل شيء صار بعدهم عم بيحولوا مصاري. أنا إذا في طالب بشغلي بس الطالب إنه يكون في وزارة للمهاجر، لأنه إذا اليوم بس منركز على هالموضوع بالذات، إذا ركزنا شوي عليه منزيده 10% لكم مليار عم يتحول كل سنة، أنت بتعرف شو بيعمل. لأنه ما في لبنان اليوم موجود برا ما بهمه يرجع، وإذا اليوم ما بده يرجع على أي نذكره ببلده يجي يستثمر فيها أو يرجع لك. أنا بكل صراحة بقول لك يا متفائل باللبنانيين، بس مش متفائل بالطريقة اللي عم نتعاطى فيها بالسياسة. وكمان شغلي مصرف لبنان مصرف كتير مهم عم بيعملوا متطور أكتر، نحن بنحكي عن حالنا القطاع الخاص متطور، مصرف لبنان سبقنا وهيدا بريحنا. صالون إيطالي كامل 3 قطع ب $1,690 بس، الكمية محدودة. موبيلي توب أوتوستراد الزلقة.
هوا تشيكن دائما الأفضل. انتخب منتج العام من المستهلك اللبناني عن فئة البيض الطازج وفئة الفروج والمقطعات الطازجة. هوا تشيكن ذبح حلال. The Real Estate Syndicate of Lebanon proudly presents the Real Estate Awards of Lebanon. The award categories for 2014: Leading High Rise, Leading Low Rise, Leading Design and Architecture, Leading Landscape Design, Leading Gated Community, Exceptional Real Estate Communications Campaign, Most Eco-Friendly and Sustainable, Leading Commercial and Mixed Use, Leading Offices, Most Socially Responsible, Finest Specialized, Most Notable Heritage. To register your projects, call us on 71-243-112. Tickets available at Virgin Megastore. بيروت تحيا مع منتجات دايوو. باريس تستمتع بمنتجات دايوو أيضا. بالتأكيد طوكيو تستخدم منتجات دايوو. صنع في كوريا شركة دايوو للإلكترونية. Tell you what to do, my babe. Just keep going on. I try to feel this song. Forget that you're you with me. هيك هيك ملزق بالموبايل. شو رأيك تدفع فيه كمان؟ بحركة وحدة كريدت بانك ستيكر بيسهل لك حياتك وبيخليك تدفع بالموبايل. أكيد مجلات. رح نسمع أخبارهم نهفاتهم وأصواتهم الحلوة. بس الفن انت الجاي عالرئاسية سيطر على الكل. أحلى جلسة مع طوني بارود. تنين 10-3 المساء على الـ LBCI والـ LDC. جربي فوطة مايكروفايبر الجديدة مع فيليدا. بيتي ولا أنظف. كل 6 سنين هذا إذا افترضنا 6 عنا قصة لننتخب رئيس. شو هالسر؟ شو هالسر إنه ولا مرة بتقطع آخر، ولا مرة بنعرف كيف بتبلش ولا كيف بتخلص. شو هالسر؟ إنه أغلب الوقت مهددين بالفراغ. ومن وين بيجي هالفراغ؟ شو هالسر؟ الحقيقة إنه ما في سر، في فضيحة. حتى ما تخلص غلط خلينا نبلش صح. يعني حوار بريت لهوا يمكن كان أحلى بكتير وأغنى بكتير، لأنه يعني تعددت الأمور. جمانة حداد قلت تفضل هالمرة ما تجي رئيسي. نعم مش رئيس. نعم. ليش؟ نعم وهيدا هيدا شيء مفاجئ إنه حدا مثلي يقوله. ليه؟ لأنه في حال واجه الرئيس أو الرئيس المحتملين مشاكل، ورح يواجهوا طبعا مشاكل وتحديات بهالظرف الصعب اللي نحن عايشين فيه، بدون يقولوا لأن مرة ما قدرت أنه تواجه هالاستحقاقات. بينما إذا رجال بيقولوا لأنه في مشاكل، ففضل أنه هالمرة هيدي ما تنحرق المرة وتكون هي كبش محرقة، لأنه الوضع كتير صعب، مش لأنه ما بآمن أنه هي قادرة تكون على قد المسؤولية، ولكن الوضع رح يكون صعب على الرئيس مما كان. جمانة بدي بكلمة، يعني أنت رؤيتك يعني أهون شيء ننظر. نعم. أي نوع رئيس بدك؟ ديكتاتور،
ديكتاتور. ليك اذا في رئيس ديكتاتور مثل بورقيبة انا مع انه يجي رئيس. في احسن من بورقيبة جمهوري بلبنان؟ لا في احسن. بدك شخص علماني هالقد؟ مين في بلبنان؟ انا عندي شخص واحد بالنسبه لي، اذا قالوا لي مين مرشح مين؟ هو منه مرشح، اسمه زياد بارود، استاذ زياد بارود. مين مرشح؟ مين قال لك؟ لا هو منه مرشح، اسمه مطروح ولكن ما بعتقد هو مرشح. ولكن انا هيدا هو الرئيس يلي بقول. هلا بسمعنا زياد بارود، بوجه لك تحيه كمان اكيد. وانا كمان بوجه له تحيه. هيدا نمر. هو الرئيس لهالمرحله هي نمر. بالنسبه لي نعم. بدك رئيس ديكتاتور، بدك رئيس. انا ما بدي، اول شيء ما بدي رئيس يكون مقبول من الكل. ايه؟ بمعنى انا ماني فاهمين شو رئيس مقبول من الكل، انه بتحسه كذاب. لا مش ضروري مقبول من الكل، هو الرئيس يعني. هلا باراك اوباما، جورج بوش، ما حدا اجى من الامريكان كانوا كلهم قبلينه. نعم. بس خلص الماجوريتي انتخبت، مش الحال ومشوا وركبوا المشروع. انا بهمني يكون رئيس يغير، مش يصلح ويجمع ويخلص. خلصنا، خلصوا يعني. ما يعمل كومبرومايز. ما بقى في كومبرومايز، ما في وقت لكومبرومايز. في نحن عملنا من جمعتين، انت كنت على المسرح معي، كان في حفلة اجت 12000 شخص عليها. صحيح مزبوط. لا الدولة ساعدت ولا حدا ساعد ولا عمل شيء. هاي عملت اكثر للبنان من اخر يمكن 10 سنين الدولة عملتها للبنان. وانت حكيت، انت حكيت فيها لهيدي والله. يا ريت بفرجوا وارزوا بفرجوا. بس هيدي مارسيل، هيدا رئيس. سوري هيدا رئيس، هيدا اللي كنت بدي اقول لك اياه، يلي حكيته يلي عملته كيف تفاعلوا معك، هيدا رئيس. وهيدي الحفله مش عملتها الدوله اللبنانيه، عملته ميكس اف ام. عملته انت؟ اجوا من وراك. كان في فنانين يعني، في ناس لانه بيوثقوا فيك. وهون بدنا نوصل على المحل، هيدا اللي بدي اقوله. بيجوا الناس مطرح ما بيوثقوا بالشخص، ما بيوثقوا بالشخص. هون عصام دكتور عصام يعني عم نبسط الامور، عم نظلم الرئيس وكانه الرئيس. علي صوتك. عم نظلم الرئيس وكانه رئيس الجمهوريه، هو عنده سلطه مطلقه، انه هو حاكم مطلق بامر. لا بس بيخلق مسار، بيخلق مسار دكتور. بده يصطدم بواقع. طيب عظيم، بس انه هذا الواقع بدنا اذا عنده سبورت مثل نمر ومثل جمانة ومثل رؤوف الرفاعي ومثل جاد ومثل اسعد ومثلك، ما بيحل المشكله. بلا بيعطيه قوه، اخر شيء بيعطيه دعم ناس. في نظام مذهبي وطائفي عظيم. طالما النظام المذهبي والطائفي قائم في لبنان، لا قيم للدولة. خلينا نبسط الأمور، لو إجا رئيس جمهورية يعني سميه اللي بدك إياه. ديمودي يعني أنت بدك تقول؟ لا مش ديمودي، بدي أقول عنده يعني القدرة، وعنده الطلة، وعنده بس في قوانين، في نظام طائفي بيمنعه. أستاذ مارسيل، أنا بذكر كان إذا واحد جاب سيرة القضاء يوطي صوته. صحيح. يوشوش انه قضاء، لانه شغله الى حربه والى قدسيه. طيب امبارح بجريده الاستاذ جون عزيز صديقنا عمل مقال غمز فيه بالقضاء وحكي عن امتحان القضاء، ما حدا جاوبه. قلت على قلب الشيء الاستاذ جون معلوف حطهم بالسيارات احد القضاة، يعني بعد شوي رح افتكرنا انه هالقاضي عمل له شيء جريمه. هو من احسن القضاة ومن انظف القضاة، كل شيء عمله هالقاضي انه وقف سياره الشوفير ووقف السياره. شو يعني؟ يعني سابين مكان. لا 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 لا، مين مكان بيتمادى؟ مين مكان سابين مكان بيتمادى على القضاء، مين مكان بيتمادى على الجامعه، مين مكان بيتمادى على المؤسسات. ما بقى في حرب للمؤسسات سببا النظام الطائفي والمذهبي. لا بس هي مدى المحاسبة والمراقبة. لا ما بتقدر ما فيك تحاسب إذا في محميات سياسية عمال تحمي هالموظف أو هالموظف. لا رئيس الجمهورية في يعمل شيء ولا الوزير في يعني أنت مستسلم؟ لا مش أنا ضد النظام الطائفي والمذهبي. عظيم. أنا ما هي طبقة من النظرية العلمانية. نمر أبو نصار بلش من هون، جاد شعبان بعد منه بعيد عن هذا الموضوع. أول شيء خلينا نقول
حتى نقص بس نحن بدنا نتكيف دكتور عصام. انت اليوم ضمن هذا النظام الطائفي للاسف. يعني حلم نمر حلم انت عم تسالنا شو بكون رئيس جمهوريه. خلينا نختصر الامور. بدنا رئيس جمهوريه يقول انا بدي الغي النظام الطائفي والمذهبي. كنا عم نحكي عن الدوله. معلش اسمح لي شوي ارجع للجامعه بموضوع الجامعه المدنيه. نحن عندنا جامعه بتتشكل يعني عمداء بتوازن طائفي ومذهبي. اخطر شيء يعني حدا بيصدق انه جامعه مثلا لنقول فيها 6 عمداء مسلمين 6 عمداء مسيحيين 3 سنه 2 شيعه 1 درزي 3 هون 2 هون. حدا بالعالم كله يعني بالعالم كله ما حدا بيعمل جامعه. يعني حتى عبد الطالبان عبد الملا عمر ما في اسمه ما بيعملوا جامعه فيها توازنات طائفيه. لا هن لوحدهم هنيك. لا يا اخي ما في غيرهم ما بقي حدا يا اخي انه ما بقي الا هن. هي بافريقيا محل ما بياكلوا بعضهم بعد ما اخذ ويته اخذ ادويه اخذ يعني اذا عندك تصور اذا عندك شخص او شخصين اخذين جائزه نوبل ما فيك تاخذ الا عميد واحد منهم لانه في محله والثاني ما بتاخذه. بتجيب محل واحد ثاني اخذ جائزه مهرجان الكعك البلدي ما بعرف شو. صحيح بمعنى لا التاني. لا بقوله 100% صحيح. بس خليني كمان اضيف شغله انه مش من زمان احد عمداء الجامعه المدنيه بنفس الجمعه يلي عم بيعلقوا له اعلى وسام تربوي من الحكومه الفرنسيه دكتور وفاء الحاج لا ببدأ تم معاقبته. ليش؟ لانه ما في محل بدلوه محل نظام الطائفي والمذهبي روح هالعبيد ضحيه بدل ما يتكرم ويتعزز. تجي دول العالم بتعززه وبتكرمه تجي النظام الطائفي والمذهبي ما فرق عمله. رؤوف المشكله الاساسيه انه ما في تنميه. كل واحد عم يفكر بحصته بالنسبه للطائفه لقبيلته لعائلته. إذا ما في تنمية، التنمية لوحدها بتحل المشكلة، لأن التنمية بتوعي كل المجتمع، نحن المجتمع اللبناني صار مقسوم نصين. قسم مثقف، قسم سنوب، وقسم فينا ما بقى فينا نستعمل الكلمة شعبي، بعد شو في ناس منه زعرة، ما فيك تتعطي، إذا بتروح مثلا بيقولوا بدنا نحن نحرر البحر وبدنا العالم تتسبح بالبحر، فيك تروح تتسبح بالبحر بالوضع اللي احنا فيه؟ في هالمجتمعين يلتقوا مع بعض. في انا برايي ما بقى في لبنان، في لبنانيين صرنا مثل الهند مثل دول افريقيا واضرب من هيك، لانه نحن عندنا الطائفيه مع صار في ناس فقره كثير وناس اغنياء كثير. نحن اذا ما بيجي رئيس بسرعه بحل الموضوع بيشتغل على موضوع التنميه. التنميه لوحدها بتنهض بالبلد وبتخلي كل الناس مثقفين، بصيروا كلهم مثقفين بصيروا بوحده حال بيتحسن الوضع. حتى شوي شوي لو كان في مجتمع طائفي شوي شوي بيتطور للعلمانية. العلمانية مهمة وكمان الانتخابات النسبية اللي هي حل كتير مهم ليبلش انه نطلع من هالحالة طائفية لحالة العلمانية. جمانة عم بختم. نعم بعتقد انه بالمرحلة اللي نحن موجودين فيها أكثر شيء بيدل على قدين نحن مأزومين مثل ما قال نمر أنه نحن عاجزين عن انتخاب رئيس. عم نسمع دايما كلمة توافقي المحزن أنه توافقي مش يعني توافقي بيتم بالتوافق بين اللبنانيين، توافقي يعني بيتم بالتوافق بين إيران والسعودية وقطر وأمريكا وكذا. هيدا المؤلم. وانا معه لنمر انه كل الناس قرفانه وكل الناس تعبانه، بس للاسف مشكلتنا لحديد هلا بعدها انه مش كل الناس الحل بالنسبه لها هو ذاته. مثل ما قال اسعد اي لبنان بدنا. انا كنت عم فكر انتم عم تطرح السؤال اسعد، هل في لبنان موحد بدنا اياه؟ هذا اللي طرحه. لا بنلعب انه في لبنان موحد. في مش لبنانين حتى رؤوف يعني اكثر يعني لبنانات. في لبنانات هيدي المشكله. بس نتوصل انه يكون عنا اسس موحدة لهاللبنان وبعدين منختلف على التفاصيل ما في مشكلة، ساعتها منصير قادرين ننتج ونوصل انه نصير دولة مدنية علمانية حقيقية بتحترم المثقفين بتحترم الطاقات بتحترم جامعتها ونتخلص اهم شيء مثل ما قال استاذ عصام من هالنظام المذهبي المهين طائفي مهين بالنسبة لنا. اذا بس فينا على الاقل نحيي الثلاث مؤسسات الامن والجامعة والقضاء ايمن بيضوا على جناب وبعدين موزع لا دكتور انا معلش انا دكتور انا انت بتعرف انا قديش انا بحترمك انت والدكتوره وفاء، بس انا كمان انا مش مع منطق تحييد انه لانه في هيبه.
انا مع منطق انه بغلط بده يتحاسب وبده يتراقب وبده انه نحن يمكن لانه كل الوقت اعتبرنا انه في مقدسات بندق فيها للجيش بندق فيه وللقضاء بندق فيه وللرئاسه ما في بيبي من ندق معطيني شعب مكبول انا استاذ اصعب بهالحاله استاذ اصعب قبل شوي بهددنا كان خيفان قبل شوي يعني هلا بعد سكارت حداد شار جابور بيعطونا الجواب تفضل عم بختم استاذ اسعد سكارت حداد مرة قوية ما فيك تقول لا إنه؟ وما بتاخذ ولا سيروكسات ولا شيء ومرة قوية بس بدي اقول لك شغله انا حسب رايي بنرجع بنقول اي لبنان بدنا هيدي اول شغله ثاني شغله انا بقول انه في مبدا المحاسبه هيدي شغله كثير اساسيه بنحكي وما بنحاسب ثالث شيء انا بقول الناس ننتقد الطبقة السياسية وفينا نعتبرها طبقة سياسية دي مودي بس نحن بالآخر الشعب هو مفروض يجيب النواب والوزراء اليوم إذا بتاخد التاريخ كله من الفيتنام لوين ما كان وين ما كان في بكل دول العالم في عندك تدخل اليوم بالفيتنام كان في مليون عسكري أمريكاني طردون اليوم وين ما كان في مشكله وفي عندك ضغط اجنبي بس انه على لبنان بلد صغير بده يكون في بس لازم نوقف يعني لازم اللبناني يتفقوا ويرجعوا على طاوله حوار برجع بقولها معلي لازم نحكي مع بعض وانا حسب رايي ما حدا كلنا اقليات بالبلد يعني المسيح اقليه الشيعي اقليه الدرزي اقليه الاقليات بدنا نعيش مع بعض وبدنا نتفق مع بعض وبدنا نرجع نعمل دولة حديثة وهيدي حق علينا حق على الشعب مش بس حق على السياسيين لأنه برجع بقول أنه نحن مش عم نحاسب قال لي شغلة قبل ما نطلع على الهواء أسعد نكد أنه بال 1923 يعني قبل حوالي 100 سنة 97 سنة من إعلان دولة لبنان الكبير يعني بعد 6 سنين من نحن نقول 100 سنة على كان في كهرباء بلبنان 24 كنا 24 ساعة كهرباء اليوم نحن عم نشحد هيدي ثالث تفوق على هالدولة عم نشحد كهرباء بعد 100 وأنا سنة وأنا بقول أكثر من هيك مش هيك وكرموه لمدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك بنيشين من السفارة الفرنسية ورجع أكدوه بمجلس وزراء كرئيس مجلس إدارة شو يعني؟ ومدير عام بعد 12 سنة لا أنا ما بدي هون ما بدي أصدق بعرف ما بدك تصدق أنا لا معلش أنت هذا اسمه كلام الناس مش ايه؟ كلام مارسيل غانم أنا بحكي أنا اليوم عم بحكي معلش أنا عم بحكي أنا بالنسبة لإلي رئيس مجلس إدارة ومدير عام 11 سنة صار له على 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 هالإدارة مؤسسة كهرباء لبنان بس تلم كان في ما بعرف 600-700 ألف ساعة قطع اليوم في 4000 ساعة قطع بالسنة يا ريتني بعطيتك هالباس الأرقام تتكلم والإنارة بدها إدارة أنا عم بقول لك الإنارة هيدا عنوان هيدا الشعار كهرباء زحلة جاي تبيع لا 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 بس عم بقول لك مش شعار هيدا شعار الكل ليه الإنارة بدها إدارة شكرا أسعد نكد أهلا وسهلا فيك دكتور شعبان يعني لأنه تأخر وقت على سكارة حداد شار جابور بس ليلى أنا حلقة خاصة وإثنائية سمحوا لنا نعطيكم هالقد من الوقت بعد عنا تصويت من المعالية هنا من الاستوديو تفضل دكتور أنا باختصار يعني أنا بدي مش بس أول رئيس جمهورية بس كل اللي بيسموا حالهم سياسيين ما يشتغلوا للأربع تلاف عائلة اللي مسيطرة على لبنان لأنه مش مزبوط أنه في طائفية ودول متدخلة دول متدخل لأنه في ناس مسيطرة على ناس في 4000 عائلة بلبنان عندها 300 مليار دولار موجودات مسيطرة على بقية اللبنانيين في 220 ألف شخص بدهم سلسلة رتب ورواتب صار لهم 18 سنة ما زالت معاشاتهم هو ما حدا بيسأل عنهم بدي رئيس جمهورية يسأل عن معاشات العالم عن الحالة الاقتصادية عن فرص العمل عن الكهرباء عن المي عن عجقة السير عن حدائق للأولاد انترنت عن الانترنت هيك هيدا برنامج في كتير أفكار في كتير أفكار موجودة الأفكار بس كمان بدي رئيس جمهورية إذا هو بده يعمل قائد للبنان وغير لبنان يلغي التمييزات بالقوانين مش مقبول بقى بلبنان بالعصر الانترنت والانفتاح وهيك يكون في تمييز ضد المرأة ضد الأطفال تمييز على أساس المعتقدات الدينية والجنسية مش مقبول بقى
نحن الشباب اللبناني بمحل حلو كتير وقياداته بمحل تاني حلو كتير. يعني أنا بعتقد ليلي نحن طلعنا على محلات كتير عظيمة وما زال في ناس مثلكم يعني هالمبدعين الموجودين ليلي. أنا ما بعتقد نحن كتير خيفانين على المستقبل، يعني إن كان نقمة عصام الحاج أو صرخة أسعد نكد أو هالألقام الدقيقة اللي طرحها جاد شعبان أو هالرؤيوية عند جمانة أو هالخلق الدايم موجود عند رؤوف الرفاعي مثل ما بشوف بلوحاته أو هالضحكة اللي بتضوي بوجه نمر هون. بدي أختم معك نمر، شو بدك تقول؟ أنا ربيت بأمريكا وبدي موت بلبنان لو شو ما صار، قد ما يعذبوا فينا راح ننتصر. مش ما يعني بعدني I have hope. ما راح تتحسب ياخذ دواء. No politics, no religion, one love. طبيعي. شكرا لكم. رح توقف مع بريك اعلاني اخير وبدخل الى تصويت ليام هنا مباشره من ادمه واستقبل سكارلت حداد وشارل جبور.